الحوار ملوك معنا الكاميرا قررت انه قربتوا من ورا وقعد ما شايفين ان شاء الله تكونوا عزب ايه يلا بلش هلو هلو اتس ايا فاشن انفلونسر فولو مي فور مور فاشن تيبس واهم شي تعملوا سبسكرايب لحتى تكونوا عم تشوفوا كل سلسلة الحلقات اللي حتكون عم تنزل برمضان Stay tuned لكل شيء حنزل. هيدا هو first outfit لليوم. إذا بتعرفوا شو صار معنا بالكواليس يعني بتفكروا إنه التصوير كتير هين. بس صار لنا ساعة لحتى صورنا بس one outfit. فمشوا معي لتشوفوا باقي اللقطات. منو يومي لأنه صار معنا كتير عرقلات من ناحية الناس كعبة من ناحية الشمس الهواء كتير قوي. فبس مستمرين فيلا. ليش وقف؟ Device disconnected. كفوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا كيف تخطينا هالعرقلات وصورنا ولي ما كنت تكتبوا لي كم أوتفيت حصور اليوم قبل ما تحضر الفيديو للآخر هيدا هو ثالث أوتفيت لليوم أنا كثير حبيته وكثير بلائم إذا كنتوا معزومين على إفطار هيك بيطلع كلاسي وترندي كمان اللقطات اللي كنا عم ناخذهم بالفوتوشوت وشوفوا قد ايه حلوين. فيك تحطي عليهم سونج؟ اه بيان؟ تعبانة يا هلا كان بالتصوير الدس شوي واسع فاضطريت انه اربطه من ورا مثل ما شايفين بيعانوا بربطه وبعد ستي تيوند لحتى تشوفوا البلوبرز البلوبرز صعبت علي شوي الطريق بس بعدنا مكفيين للاخر هيدا رابع لوك لليوم ان شاء الله تكونوا عجبكم وهيدا رابع اوتفيت لليوم حبيت نصوره بالستريت بالشارع كرمال هيدا اللوك اسمه موديلينج هيدا كان رابع لوك لليوم بتمنى يكون يعجبكم لك كثير اليجنت واخترت انه صوره بالستريت لانه هيدا اللوك خرج يتصور بالستريت موديلينج فوتوشوب شفت اللي انا شفته؟ ايوه جوينا جوينا الكاميرا هيدا خمس اوتفيت اكتبوا لي رايكم لحديت هلا اي اكثر واحد حبيته يعني هيدا لوك رمضاني بامتياز هعملكم لوك وبرمه والصور طلعوا عن جد رهيبين عم صور لكم ريلز كمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام لحتى تشوفوا الريلز هيدا كان الفورمال لوك هيدا كان اللوك الفورمال لليوم حبيت زدت له هيدا الشابول صغيرة مع هيدا اللونات لحتى يكون لوك كامل متكامل كمان كثير محمس اخليكم صور واذا حابين تشوفون روحوا على ماي انستغرام حاكتب لكم اياه هون ويلا نكفي سوا هلا ضبينا كل اغراضنا لحتى نروح على لوكيشن ثاني احنا قلنا اكثر من اربع ساعات اكثر ثانك يو كبير لنور لانه عن جد ايد اليمين ولولاها ما كنت صورت شيء ابدا وكله ركض بركض والعالم عم تطلع اللي بده يتعب بده يلاقي رجعنا اخترنا هيدا اللوكيشن وهيدا تاسع اوتفيت بلبسه لليوم حبيت كمان فوت الالوان كونه مقبلين على الصيفيه كثير محمسة فرجيكم اخر اوتفيت واللي هو فيه سربرايز صغيره كثير حتنبسطوا فيها حكون اول مره عم بعلن عنها انه It's my hobby وش عيدي 1 2 3 فول داي ود ايوش تعبنا شوت لليوم حبيت ضيف لمسة من لمساتي الرولر سكيت هي هوايتي من انا وصغير كتير بحبها وانا كوتش فيها فكتير محمسة كمان يطلعوا صور بهيدا الاوتفيت هيك سبور شيك حبيت غير عن الدريسز وعن الكلاسي وعن الاليجنت ونكون شوي مجانين لاخر الفيديو اهم شي سبسكرايب لحتى تشوفوا الحلقات الباقية